كل الخيارات مفتوحة، الشباب خارجين يعبروا عن رأيهم ولسه ما قرروش يعملوا ايه. يعني انا يعني الحاجة اللي انا شايفها شخصيا مش اللي هم شايفينها، على الاقل 5 مطالب: 1 اقالة المحافظ، 2 محاسبة اللي عملوا كده وعلى رأسهم العقيد ايمن فتحي مباحث ماريناب والشيوخ اللي حرضوا، 3 اصدار بيان من الازهر الشريف يقول في نظرة الإسلام للمسيحيين، هل هم كفار ولا لا؟ لأن النغمة زادت عن حدها. 4 بيان اعتذار من فضيلة الدكتور علي جمعة لأن منسوب له شريط فيديو بيكفر فيه الأقباط. أتصور أن الطلبات دي بالإضافة طبعا إلى قرار بإعادة بناء الكنيسة على نفس النظام بتاع التراخيص، أتصور أن القرارات دي لو اتعملت ممكن تريح شوية القلب.